غتقول لنا اش وقع؟ غنقول لكم حنايا اليوم في مدينه الجديده وفي الحوزيه بالضبط. اليوم كنا من الضيوف ديال هذا المهرجان الاول، وهو حسينا بان نسخة العاشره، واليوم كان التكريم ديالي رفقه السي جواد السيح، ونجد سعيد لانني هنا في هذه المدينه الجميله الحوزيه. الحمد لله احنا محظوظين انا والاخ الاستاذ الشرقي اللي تكرمنا في هذه الدوره الاولى ديال هذا المهرجان اللي هو مهرجان الفنون التبوريضه، والدوره الثالثه ديال المهرجان ديال الطفل. والحمد لله دازت الامور بخير، النهار الاول كان مزيان وتبارك الله عليكم. مزيان هنايا ديال الحوزيه، عجبنا الحال، زوين، كل شيء مزيان، كل شيء واقفين، كل شيء مقاومين، جايين نتفرجوا في الخيل في مهرجان. قالوا مزيان هنايا، جينا شفنا زوين، كل شيء بخير. كنا نتسناو الموسم ديال الملاعب، دابا ولا عندنا موسم مزيان، كل شيء بخير. نشكرهم مزيان، الرئيسة جامعة الحوزية السهير مصطفى، كل شيء مزيان، مقومين بأي حاجة. السلام عليكم، حنا الآن كنتواجدوا بمهرجان الحوزية الدورة الأولى. كنشكروا الناس اللي وقفوا وسهروا على التنظيم لهذه الأجواء الرائعة وهذا التنظيم الرائع ديال هذا المهرجان. كنشكروا السلطة، كنشكروا أي واحد سهر على هذه التظاهرة. حنا الصربة ديالي أول مرة كتشارك في هذه التظاهرة، الحمد لله حنا عاجبنا هذا الشيء وفرحانين بهذا الشيء، ونتمناو تدوز الأمور بسلام. يعني بغيت ندخل لهذا المهرجان يعني باش نشرف يعني دكالة والحوزية مدينتي. لا يعني أنا ديجا قارصة وديجا راكبة وديجا يعني كاينين غير بنات معايا، شي وحدين اللي مازال يلاه راكبين، يعني كنعاونهم وكل شيء عليا انا. بزاف يعني كاين اللي كيدعمك، كاين اللي لا، كاين اللي واقف معاك، كاين اللي كيبغي غير فاش يضحك عليك، كاين اللي يعني معاونك. كل واحد واشنو، كل واحد التفكير ديالو واشنو. كنشوفوا شنو العمر ديالك؟ باقي صغير. مازال صغيره بصح نيت 18 عام. من وقتاش بديتي؟ عامين دابا باش بديت. ديجا كانت العائله ديالي كتركب، كنت كنمشي معاهم، وكنت كان كيعجبني داك الشيء صافي، وتعمقت فيه بزاف. كنتمنى نوصل بزاف، مثلا دار السلام، مازال يعني كنتمنى شحال من حاجه يعني ان شاء الله. وكنبغي نوجه التحيه ديالي لماما وبابا اللي واقفين معايا، كنشكرهم بزاف والله يخليهم ليا يا ربي. الحمد لله داك الشيء زوين تبارك الله، الله يكمل على خير وبخير، الله يحفظ الجميع. كلشي زوين، كلشي زوين، خير ياسيد ربي، كلشي زوين الحمد لله، والله يحفظ الجميع، الله يحفظ الجميع. جماعة الحوزية كنبغي نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا المهرجان، مهرجان الموروث الثقافي للحوزية اللي كان في النسخة الأولى ديالو. كيف ما كتعرفوا باللي هذه هي النسخة الأولى، والحمد لله بشهادة الجميع كانت ناجحة، الحمد لله الحمد لله. والمشاركة ديال 15 صربة اللي كانوا كاملين في المستوى، وإن شاء الله المرة الجاية كنتمناو يكونوا معنا صرابي آخرين. ان شاء الله نتمنوا المهرجان الجاي تكون شي سين خاصه بالناس ديال الموسيقى بالسهرات، ان شاء الله نتمنوا غير الخير. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.